بعد خروجها من إحدى المؤسسات التعليمية، فوجئت فتاة في 17 من عمرها بأحد زملائها وهو يقدم على ذبحها ويوجه طعنات إلى مناطق مختلفة من جسدها. الجاني استعان بآلة حادة لتنفيذ الاعتداء. لحسن الحظ تم إنقاذ الضحية من الموت المحقق. روبورتاج عبد الفتاح عبد المؤمن، وزير الدولة. حوالي الساعة 4 بعد زوال أمس ومباشرة بعد استكمالها لامتحانات البكالوريا هنا في مؤسسة تعليمية أجنبية، تعرضت تلميذة لاعتداء وحشي من طرف تلميذ يدرس هو الآخر بنفس المؤسسة. قطعة حديدية حادة استعملها المعتدي كانت كافية للنيل من جسد الضحية، جروح خطيرة في العنق والوجه واليد. كنت أمام بوابة الثانوية صحبة الأصدقاء، كنا نتحدث وفجأة أمسك للمعتدي بقوة من شعري وشرع في الاعتداء علي. لقد حاول ذبحي، قاومت بشدة لكنه أصابني في اليد والوجه. حزن وأسى، وفي نفس الوقت ارتياح نفسي، لأن الضحية 17 سنة نجت بأعجوبة من موت محقق حسب الأطباء. دخلنا باستعجال لبيت جرح وتما طلعنا على عندها واحد جرح في العنق ديالها من واحد طرف حتى للطرف الآخر، واحد جرح خطير كثير. وحنا كنت صغربوا لي وصلت في الحياة عندنا المصحة، لا تخشي أختي هذيك اللي كانت تطلع النفس كانت محلولة على واحد سنتيم ونص على جوج سنتيم، ولكن الحمد لله اللي ما تقاسوش لها هذوك الشرايين اللي كيكونوا من كل جهة ديال هاد لا تخشي أختي. حسب رواية أبي الضحية، المعتدي كان يتحرش بابنته منذ مدة طويلة. كانت ديما كتخاف من هذاك السيد، وكانت تشكت عدة مرات للمؤسسة، وأنا شخصيا كنت اتصلت بمدير المؤسسة وطلبت منه أنه إلا كان كيرى أنه خصني نحط شكاية عند الشرطة فأنا مستعد باش نحمي الحياة ديال بنتي، لأنه كانت كتحس بواحد الرعب، واحد الخوف من التصرفات ديال هذاك الشاب. ورغم إلحاحنا فضلت إدارة الثانوية عدم التعليق على ما حدث بدعوى أن الاعتداء وقع خارج أسوار